تدخل خيوط الأمل في بداية جديدة للعمل الجاد، لتبدأ عجلة الحياة بالدوران من جديد. يعني بحب تصميم، بحب تفصيل، يعني عندي ميول. كنت اشتغل شوي هيك مع أمي. رحاب إحدى القصص السورية في تركيا التي لم تتوقف عندها الأيام، لتقوم هي وغيرها بحياكة مستقبلهن من خلال مهنة تسندهم في قادم الأيام. فحسيت حالي أنا يعني هيك من جوات كتير مبسوطة. يعني أنا هذا لما أجيت على تركيا كنت بتمنى أنه مثلا ندرب أعطي شيء، يعني ساوي شيء بحياتي، مو بس كون ست بيت أو مثلا سيدة أو شيء، مثلا يعني لازم يكون في إلي شيء. المستقبل المتجدد في أحد المراكز الداعمة للمرأة في مدينة إسطنبول يعلم أساسيات اللغة التركية للتعامل بسهولة مع محيطها، كما يضم أيضا قسما للطبخ النسائي والذي يعتبر خلية النحل، يقدم ويعرف بأنواع عديدة من المونة السورية. قصص النجاح المختبئة بين جدران هذا المكان تعمل بصمت بعيدا عن الأضواء، لتمنح أملا للأخريات اللواتي يحتاجن شيئا من الاهتمام وكثيرا من المحبة. والله كانت أمنية وتحققت.